من مكان ما من الجهة الأخرى يأتون عبر الحدود السورية الإسرائيلية، وهنا في مستشفى زيف يجد الجرحى الحماية والمساعدة. هذا الصبي السوري يخضع للعناية المركزة منذ عدة أيام، فقد تعرض لإصابات خطيرة في البطن والرأس بسبب انفجار كما يعتقد الأطباء. يتحدثون مع ابن 15 بالعربية، ولكنه يستجيب بالكاد، وهو لا يعرف حتى أنه في إسرائيل. إنهم يندهشون في العادة، فهي بالنسبة لهم تعتبر العدو، وبالتأكيد لم يحلموا حتى بأنهم سيتلقون العلاج في إسرائيل، فهذا شيء غير مألوف بالنسبة لهم. الوضع خاص بالنسبة لفريق الأطباء، أما بالنسبة للمرضى فالوضع شائك أيضاً. ومن أجل حمايتهم تقرر عدم إظهار وجوههم. الأطباء لا يعرفون الكثير عن الجرحى إلا في حالات استثنائية. وجدنا خطابات في جيوب الجرحى وبعضها ملطخ بالدم. إنها خطابات من أطباء سوريين يكتبون لنا تقاريراً عما فعلوه، وأنهم أرسلوا المرضى إلينا لكي نقدم لهم أفضل ما في وسعنا، وهذا هو ما نفعله. ليس واضحاً من أين جاء الجرحى وكيف قطعوا الطريق المحفوف بالمخاطر إلى الحدود، ولكن من ينجح في الوصول إلى هنا ينقله إلى المستشفى الجيش الإسرائيلي، والذي لا يريد تقديم أي معلومات. هذه الطفلة فرت مع والدتها من سوريا أيضاً، ساقاها تعرضتا لكسور مركبة أثناء هجوم، ويأمل الطبيب أن تتمكن ابنة 8 أعوام من المشي مجدداً في غضون أشهر. الطفلة تريد العودة إلى ديارها، ولكن حتى الأطباء لا يعرفون ما يخبئه المستقبل. لدي مرضى أتابع علاجهم لشهر أو شهرين، ونتحدث مع بعضنا يوميا، وبطبيعة الحال ينشأ بيننا تقارب خاص، ولكنني لا أعرف مصيرهم وما قد يجري لهم. يوما ما سينقل المرضى السوريون إلى الحدود مزودين ببعض الأدوية، ولا يبقى للأطباء سوى الأمل بأن لا تضيع جهودهم هباءً.